إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العتق والنجاة لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ونسأله جل وعلا أن يدخلنا في عفوه وجمال عافيته بإذنه ورحمته سبحانه، إنه سميع مجيب. أما بعد، فنخلص إلى ما كنا فيه من صورة الذاريات، التي هي صورة كما ذكرنا قبل من الصور ذات النذر، ذات النذر. وما أجدرنا نحن المسلمين في هذا العصر، عصر الفتن والإحن والمحن كما أقول مرارا، أن نقرأها وأن نتدبرها في سياق خطاب الله جل وعلا إلى هذه الأمة، خطاب الله المتجدد على مر الزمان وتغير الإنسان. وقد سبق الكلام عن المقدمات الأولى من قسم الله جل وعلا، نذكر به من قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إلى آخر الآيات، ونقف إن شاء الله عند هذا المقطع. وحقيقة كما ذكرت، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويقرأ الزمان يدرك أن تطابقا رهيبا بين كتاب الله الآيات التي تتلى وبين ما يشاهده المؤمن من أحوال الناس وتقلبات الدهر وصروف الزمان، ويدرك فعلا أنه إن لم يستجب إلى الله جل وعلا وإن لم يسارع بالفرار إلى الله فإنه لا شك هالك، لأن هذا الكون كله هالك. وهذا القسم لم يأتي عبثا، الذي بينت على قدر المستطاع مقاصده الأساسية قبله، قسم الله جل وعلا بحركة الكون جملة، حركة الرياح والذاريات ذروة بما تفعله وما تؤثره من تحريك للأشياء والأهواء والأجواء، وما تحمله بعد ذلك بسبب ذلك السحب من أمطار، وما في ذلك من أسرار ومقادير، وما يتبع ذلك ويسبقه من تقسيم المقادير، من مقادير الأمطار ومقادير الأرزاق ومقادير كل شيء في إطار حركة الكون كله التي تجري يسرا كما وصف الله جل وعلا. فبهذا التوصيف العام لحركة الكون التي تدل على أن من ورائها محركا مدبرا هو الحي الخيوم، ولو كان الكون جامدا يابسا خافتا ميتا لآنئذ شق البحث عن الله. أما وأن الكون كله متحرك يجري من الذرات إلى المذرات، من أقل شيء إلى أضخم شيء، كل شيء يجري وكل في فلك يسبحون. أما وأن الأمر هكذا، فهذه الحركة الدائمة الدائبة الصاخبة تدل دلالة قاطعة على أن الله جل وعلا لا يتخلى عن تدبير أمر مملكته طرفة عين سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم يستأنف سبحانه وتعالى قسما آخر بعد أن أقسم بهذه الحركة الضخمة على أن الوعد صادق وعلى أن الدين بمعنى الجزاء واقع، قال سبحانه: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، إلى آخر الآيات. هذا المقطع هو كسابقه، لكنه هنا فيه تخصيص. يعني المقطع الأول يتكلم عن الكون كامل في علاقته باليوم الآخر وما يتضمنه، لكن هذا المقطع من قوله تعالى والسماء ذات الحبك كأنه يخاطب زمان هذا الإنسان أو إنسان هذا الزمان بشكل خاص، لأن أي واحد يقرأ القرآن قراءة حية
سيجد أنه يخاطبه هو بالذات. والقراءة الحية للقرآن هي التي وصفها الله جل وعلا بقوله يتلونه حق تلاوته، أي لأن القلوب حية، هذا معنى القراءة الحية. يقرأه من كان له قلب أو القسمع وهو شهيد، أو كما في الآية الأخرى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقراءة الحية للقرآن هي التي تجعل العبد يقرأ القرآن كأنما، بل ماشي كأنما، تحتاج لأداة تشبيه، لا، تقرأ القرآن على أنه لك ولقومك في هذا الزمان بالذات. وهو صحيح، لم يكن القرآن خطابا خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بصحبه ولا بزمانه، هذا اعتقاد خطير، هذا وهذه اللي سموها الشياطين شياطين العصر بالتاريخانية، يعني أن القرآن يجب أن يحصر في التاريخ وأن يفسر تفسيرا تاريخانيا، بمعنى أن التاريخ ينبغي أن يجري عليه. لا، القرآن لا يجري عليه التاريخ، بل القرآن يجري على التاريخ. القرآن هو اللي يصنع التاريخ، وهذا التاريخ ديالنا فعلا، تاريخنا حضارتنا إنما صنعها القرآن، ولا يزال يصنعها القرآن، ولن يزال إلى يوم القيامة ما تمسك المسلمون بالقرآن. فإن قطعوا الصلة قطع الصلة، وذلك نص القرآن نفسه ونص الأحاديث، لا أقول الصحيحة ولكن المتواترة. فلذلك إذن حينما تقرأوا السماء ذات الحبك، الحبك هي الطرق الراسية السوية الراسخة التي لا تتغير ولا تتبدل، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، يعني هل شكل ديال الطرق، طريق مستقيم واصل متين. فالسماء لها طرقها ومعارجها وأفلاكها، وقد فسر بعضهم الحبك هنا بالأفلاك. أنا ذكرت قبله بأن الأفلاك هي المدارات التي تدور فيها النجوم والكواكب، هذه حبك نعم، لكن هناك حبك أخرى وهي الطرق الواصلة ما بين الأرض والسماء، المعارج التي ذكرها الله جل وعلا في سورة المعارج، ذي المعارج. فهذه المعارج هي ممرات طرق سيارة قوية، عرجت الملائكة ولا تزال ولن تزال تعرج إلى الله، من الأرض إلى الله ومن الله إلى الأرض عبرها ما شاء الله، وعرج خلالها وعبرها جبريل بالوحي، وعرج عبرها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في معراجه الذي عرج به فيه ومن خلاله إلى سدرة المنتهى. فالله جل وعلا يقسم بهذه السماء ذات المسارات والمدارات والطرق السيارة من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى السماء. إذن هذا الكون له أبوابه، أو قل عالم الغيب له أبوابه مغلقة على عالم الشهادة، لا يلجها إلا من أذن له من الأنبياء والصديقين والرسل والصالحين، أما من لم يؤذن له فسيبقى إلى التراب، كما أنه لا يؤذن للروح الخبيثة حين تموت أن ترتقي إلى السماء بل ترجع إلى القبر. فلذلك هذه المعارج هذه الطرق قلت تربط ما بين عالم الشهادة وعالم الغيب والسماء ذات الحبك. قال وهذا هو الكلام الرهيب إنكم لفي قول مختلف، قال بعضهم مختلف أي أنكم أنتم متناقضون مختلفون في هذا القول الذي يعني يتعلق بالإيمان بالآخرة، إنكم لفي قول مختلف متناقض، تتناقضون في آرائكم حول الآخرة. لكن ممكن أيضا أن يفهم معنى آخر يحتمله الخطاب اللغوي ويشهد له ما بعده، إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أوفك، يوفك أي يضل أو يضلل ويعني يوقع في التكذيب، يوفك عنه من أوفك أي من ضلل ومن لم يهدى، يوفك عن من؟ عن القول المختلف. فيكون إذن هذا القول المختلف في هذا السياق، هذا بالمعنى الثاني، وله وجه من العربية ويحتمله اللسان ويحتمله السياق القرآني، أي في قول أي في نبأ، وهو قول الله جل وعلا. قول الله جل وعلا ما معنى في هذا السياق يأتي مختلف؟ أي مختلف عما تعلمون ومختلف عما تعرفون،
يعني كما نقول بعربيتنا وبعاميتنا أيضا، هذا شيء آخر، هذا معنى آخر، هذا كلام آخر مما وصف به مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام الجنة. هو القرآن فصل لنا تفاصيل في الجنة ووصف أحوالها ويعني مشاهدها، ولكن هل رمانها كرماننا؟ هل نعيمها كنعيمنا؟ ذكرت الأسماء واختلفت المعاني. الرمان اللي في العربية اللي في القرآن كنقولوا حتى احنا الرمان لهذا الذي بين أيدينا، الفواكه التي يعني نسميها هي الفواكه التي سماها الله جل وعلا يوم القيامة، يعني المعادن من الذهب والفضة والحرير والديباج، كل ذلك نسميه هنا. ولكن الرسول بيّن ذلك وقال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، ما يجيك تلبان ولا خطر على قلب بشر. فإذا النبأ الذي يحدثنا عنه القرآن وعن عن يوم القيامة، عن الزلزال العظيم نسأل الله العافية، عن البعث والنشور، عن الصراط، عن الجحيم، قول مختلف، شيء آخر مختلف تماما عما نفهم وعما نعلم. ولا سبيل للإنسان، لا سبيل للإنسان إلى أن يعلمه إلا بعد أن يشهده. تيحضر تما ويشوف بعينه بعين اليقين آنئذ يدرك الحقيقة تمام الإدراك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا النبأ العظيم الرهيب يضل عنه الناس، يضل عنه الناس ويتيهون، يضيعون في مهالك التخمين، يوفك عنه من وفك. ما سبب هذا التضليل الذي يقع يمارسه اليوم الشيطان بأحابيله؟ يوفك عنه من أوفك. يحصل للناس التكذيب، يحصل للناس الضلال، فهنالك فاعل يفعل هذا، ولذلك استعمل هنا الفعل المبني لينجو. يوفك عنه من أوفك، المضلل الأكبر لهذا الزمان ولكل مزال ولكل زمان، إبليس بجنوده بترسانته الإعلامية والثقافية الضخمة، فتن يصبها على العالم عبر هذه الصحون الهوائية وعبر هذه الفضائيات الرهيبة المدمرة المخربة، في أغلب أحوالها إلا قليلا 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 مما عصم الله. أمطار الفتنة هكذا يمكن لك تسميها، يعني الإعلام المعاصر الدولي يمكن لك تسميه أمطار الفتنة. الشتاء يعني ديك الأمطار الحامضية اللي تكلموا عليها، اللي كتجيب السموم ديال المعامل وتمطرها على الحقول والزروع والبلاد وتؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل. أفتك منها هذه الأمطار الحامضية الأخرى التي تمطرها الفضائيات المدمرة المخربة، هي من الإفك، هي من التضليل التي هي من أدوات إبليس. يوفك عنه من أوفك. وقف النبي، بل صعد النبي عليه الصلاة والسلام مرة على أطم من آطام المدينة. حكيت مرة أخرى بأن المدينة من وراء كان عندها أربعة البروج حصون على أركانها الأربعة، كل قنت يعني المشرق المغرب الشمال الجنوب عنده، دار له النبي صلى الله عليه وسلم صمعة يعني حصن، حصن بحال الصمعة، ولكن ماشي في البني ديال المدينة، لا بنيهم على برا الحراسة والحماية المدينة من العدو إذا ترقب الناس العدو. فكان مرة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لتما ويصعد ذلك، فصعد هو وبعض صحبيه رضي الله عنهم أجمعين أطما واحد البرج من هذه الأبراج، فجعل ينظر في المدينة تحتها. بقات تبان له المدينة يعني الديور ديالها بعاد لتحت، كيما تطلع لأي عمارة وتطلع للمدينة وتشوف الديور صغار من تحت أو تطلع الجبل. فقال ألا ترون ما أرى؟ شو ما راكم شي تشوفوا ذاك الشيء اللي راه يشوف؟ فالصحابة ما شافوا والو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى بعين النبوة، العين ديالو مختلفة، فهو رجل يوحى إليه. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثابت إني أرى مواقع القطر مواقع الفتن، إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر خلال بيوتكم، إني أرى مواقع الفتن كمواقع القطر خلال بيوتكم. راني قال لهم راني نشوف،
مواقع الفتن، يعني الفتن كتصب على الشتاء، وشبهها قال كمواقع القطر، أي كما كتصب الشتاء والقطر هو المطر خلال بيوتكم. ملي كطيح الشتاء في المدينة تخرج من باب الدار هما في الزنقة، ها هو سطوحة، ها هو في كل مكان يحيط بك، حتى اللي الدار الدرب ديالو مضرك كيجيبو بصباطو، ولا بد أن يصل شيء من المطر إلى المنزل. هذا حديث عجيب حقيقة وغريب. ما هذا الأمر يعني هذا كيترجموا لي العلماء في أحاديث الفتن، يعني الأحاديث اللي ما وقعت شيء في زمانه عليه الصلاة والسلام. ما كانت الفتن هكذا تتنزل على المدينة في زمان عليه الصلاة والسلام، بل كانت نقية طاهرة، لكنه كان يتحدث عن زمان آخر يأتي بعده. فسار شراح الحديث، لما رجعت لبعض شراح الحديث يعني كيقولوا بأن الفتن التي وقعت في الصدر الأول، أقول لا، لأنه الأحاديث كل ما والآيات كل ما جزما جديد عاد كيبين لك المعطيات الحقيقية لبعض الآيات وبعض الأحاديث. أحاديث أخرى مثلا نعطيكم بأنه راه يعني تفسير وشرح ديال السابقين على الرأس والعين، يعني وأغلبه حق ولكن هو اجتهاد، وقد تجد فيه بعض الخطأ. لماذا؟ شرحوا الحديث ديال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، في عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي. هذاك من تحتي ما لقاو له حل، كيقولوا دي الاغتيال من الفوق. ممكن واحد يرمي عليه حجرة، وقد حاولت يهود أن تلقي حجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجاه الله، أو أن يغتال من خلف معروف، مغتال من أمام عن يمين عن شمال عن شمال بخنجر أو بأي وسيلة إلى آخره. وحرفت اليوم هذاك من تحتي، كيقولوا تحتو التراب باش كلها يضربوا من تحت. فقالوا هذا الشرح، قالوا الجن. الآن تبين أن ما يسمى بالقنابل المضادة للأفراد هذا هو الاغتيال من تحت. صحيح كثير من الناس اغتيل من تحته، عشرات بالمئات بالآلاف الناس، وكثير من الأسماء معروفة ممن اغتيل من تحت، كل اللي اغتالوه اليهود من الفوق رموه بالصواريخ، وكثير اغتيل من تحت، ركب في السيارة كتهز السيارة لا إله إلا محمد رسول الله. بعض العلماء جلس على المكتب ديالو يدير المحاضرة، تهز المكتب وتهز داك الشيء اللي عطى الله فيه بسبب الاغتيال من تحت. وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أحاديث النبوة تشاهد فيها النبوة. ولذلك فعلا مواقع القطر هذه هي هذه الخيوط الإلكترونية الأثيرية بحال الشتاء فعلا. والله لو قدر مثلا لشخص مثلا يدير واحد تصوير يعني آلي دقيق للخيوط الإلكترونية اللي نزل على مدينة، يشد واحد المدينة مدينة مكناس مثلا، ويشد يعني بتصوير ديال الأشعة يقبط الخيوط الإلكترونية اللي نازلة والأثيريات اللي نازلة على المدينة من الهواتف النقالة. شحال من واحد راه يتكلم دابا يعني خيوط ديال الاتصالات ديال الهواتف النقالة وغير النقالة الثابتة والبارابولات والفضائيات وجميع والإنترنت جميع وسائل الاتصال، ما غاديش تلقى فين تدوز يدك في الهواء بالخيوط اللي نازلة. أغلبها تنزل بالشر مع الأسف. إني أرى كيشوف هو أرى مواقع الفتن كمواقع القطر على الشتاء اللي راه تصب خلال بيوتكم. وفعلا كتقول هذه الفتنه ما نديرهاش عندي في داري، ما كتدخل إذا ما دخلتها مع الباب تدخل لكم الشرجم، تدخل من أخلاق من خلال الأخلاق العامة، من خلال المفاهيم، من خلال الآلة التي يؤذيك في سلوكك في شعورك وأنت في الشارع. كتمشي تخرج تقضي مصلحتك تدخل لدارك تلقاها مخسرة لك بسبب هذه الفتن تصل وتصل. وقد وصف رسول الله هذه المشاهد قلت في أحاديث كثيرة. فقال جل وعلا إنكم لفي قول مختلف. إما أن نفهم أن هنالك تعارضا وتناقضا واضطرابا في تصور الناس لليوم الآخر، وإما أن نفهم أن هذا القول الرباني العظيم يختلف عما نفهم وعما نتصور وعما نفكر، ولذلك فإننا نضلل عنه تضليلا بمثل هذه الأدوات. أحابيل الشيطان يوفك عنه ما نوفك، ويأتي مباشرة قتل الخراصون. الخرص هو التخمين، يعني كتخمن. قتل الخراصون وفسروا بأنهم المكذبون، وهو صحيح نعم،
هذا التفسير يعني الذي في كتب التفسير قتل الخراصون أي قتل المكذبون. ولكن لماذا قال الخراصون؟ علاش ما قالش المكذبون؟ ما كاينش عبارة يعني الترادف، هذه قاعدة، قاعدة في علوم التفسير، لا وجود للترادف في القرآن إطلاقا. الترادف يعني بالمعنى البسيط للكلمة اللي ما مخالطش فيها العربية، هو واحد الكلمة مقادة مع واحد الكلمة، ماشي كتشبه لها، لا مقادة معها، ترادف، هذا لا وجود له في لغة القرآن إطلاقا إطلاقا. إذا قال الله تعالى المكذبون راه ماشي هما الخراصون، وإذا قال الخراصون ماشي هما المكذبون، كتلقى بيناتهم علاقة، لكن ليس ذاك هو هذا. فالخراصون هم مكذبون، ولكن زايدين عليهم أنهم طريقة التكذيب كيبدأ لك بالتشكيك، لأن الخرصة هو الظن، والخرص في البيع والشراء موجود، يعني كيتحدثوا عن الكيلي والوزني والخرصي، إن كان نبيعوا بالميزان الميزان الكيلو والثقل، أو نبيعوا بالكيل عبرة ونص عبرة ومد وكذا إلى آخره، أو نبيعوا ونشريوا بالخرص يعني معاينة، كانت تجي لواحد تخلط على واحد النخلة وتخرص شحال فيها ديال التمر وتشريه، كيمكن يكون نقص يعني، لأن اللي كيخرصوا عادة في البيع والشراء وهم الخبراء مالين الشغل، إلا قال لك أودي هاد النخلة راه فيها قنطار ديال التمر ما شاء الله، راه كيكون قنطار، يمكن تلقى قنطار قل 5 كيلو أو قنطار زايدة 5 كيلو، ماشي مشكل، هذا راه قنطار. فالغلط اليسير لا يعتبر في التخمين، أو زيتونة يقول لك أودي راه فيها يعني 3 د الخناشي أو 2 خناشي د الزيتون، ممكن يعمر لك 2 خناشي ونص أو 3 د الخناشي وشوية، لا بأس بذلك. فإذن بمعنى الخرص ما كيعطيش 100%، فالخرص إذن في أصل يعني التخمين، زعما غير كتقيسو كان، وأمور الاعتقاد ما فيهاش كتقيسو كان، هذا الشيء علاش قال قتل الخراصون. الاعتقاد جزم فهو إيمان، أو شك فهو كفر، ما كاينش عندنا المنزلة بين المنزلتين، لا منزلة بين المنزلتين. فوالله في الحديث الصحيح إما إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول الحمد. ولذلك يعني صحيح راه يجي البال واحد لا هذوك اللي يدخلون النار وعاودوا يخرجوا، نسأل الله العافية عليه ويرينا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني يا أخي هذا نسأل الله العافية، الذين يسمون بالجهنميين اللي يدخل النار يجلس فيها نهار ولا نص نهار ولا عام ولا 3 سنين، يوم واحد من أيام الآخرة 1000 سنة، أش غدير حتى بربع ساعة في جهنم؟ أش حاسك حتى ودقيقة؟ نعوذ بالله منها، شحال غادي يتصرف لك ديال الزمان؟ ولذلك غلط بنادم اللي غامر بالخطايا وهو يعلم على إصرار بهذه الخلفية ديال النار غندوزو فيها غير شوية، نسأل الله العافية، تلك عقيدة يهود، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه عقيدة ديال يهود هذه، والله جل وعلا بعقيدتهم هذه خلدهم فيها، قالوا لا بغي 8 ايام ولا 10 ايام على اختلاف التفسير او 40 يوم، لان قالوا غادي يدخلوا النار المده اللي عبدوا فيها العجل ديال بني اسرائيل العجل. فربي تعالى قال لهم اتخذتم عند الله عهدا، صافي تقديتوا بان تدخلوا للنار غادي ندخلكم النار، ولكن ماشي 8 ايام و20 يوم ابدا، فلن يخلف الله عهده، ما عمر بنادم ما يدير هذه الخدمه في الدين. اطلب العافيه، اسال الله العافيه، اذا سالتم الله فاسالوا العافيه. هذه الحقائق التي أقسم الله عليها بالكون وحركته، إن الدين لواقع، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. ثم يقسم والسماء ذات الحبك، يعني هذه الممرات اللي غادي تدوزوا فيها كاملين، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أوفك. قتل الخراصون هذا محل اليقين والجزم، ليس محل الشك والتردد. قتل الخراصون، ما مشكلتهم؟ الذين هم في غمرة ساهون. وحقيقة انظر إلى أحوالنا، ما تخليش يعني النفس ديالك تهرب للتاريخ القديم، ما عندناش التاريخ هذه، نحن نقرأ القرآن لزماننا، لأنه جاء للصحابة لزمانهم، وجاء لمن بعدهم لزمانهم، وجاء لنا لزماننا. القرآن لم يحبس قط في التاريخ. الذين هم في غمرة ساهون
والله هذا حال المسلمين بالذات في هذا العصر. الغمراء يعني شي واحد غارق غامرته المياه غطته، أو غمرته الأوحال غطته. نحن مغمورون بالفتن من أعلى رأسنا إلى أخمص قدمنا، ما كيبان فينا والو. عاد تكلمنا على حديث الفتن، هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن يعني عن يمين عن شمال من أمام من خلف في كل مكان. وهذه الغمرة تجعل الإنسان ساهيا أي فاقد الوعي. إنكم لفي غمرة ساهون، يعني الذين هم في غمرة ساهون، يعني أن الإنسان قد غمرته أوحال الذنوب والخطايا. والعياذ بالله، هذه الفتن الرهيبة التي لا ينجو منها إلا من نجاه الله بما اعتصم بكتاب الله. تشد في كتاب الله، والله بإذن الله عز وجل لن يقع لك شيء، تنجو بإذن الله جل وعلا. لكن لا بد من وصف الواقع باش تعرف الخطورة، باش ما تمزحش مع الأمر. الأمر خطير جد، ما فيه لعب. نظرة واحدة في الشارع تغرقك، لأنه يعني العيون والآذان والاحتكاك، كل الحركة ديالك هي أدوات لجلب الخير ولجلب الشر. فكيف إذا كثر الشر؟ كيف لأدوات النقل، أدوات النقل اللي بها كتنفس المعلومات والحقائق لما تجيب لك الشر؟ العين تمرض، كتمرض العين، تغض البصر، تتعب العين، كتمرض، كتدخل الدار ديالك أو للمسجد مريض، كتحتاج العلاج، كتحتاج الضمادات. شدك بنادم اللي كيكون مدقدق أو مجرح، خصو دوك الفصمة باش يلوي العظم ديالو، الضمادات. كذلك يحتاج المؤمن كل مساء إلى ضمادات، ضمادات من ضمادات الإيمان والقرآن والأذكار في المسجد وفي البيت، وحيثما استطاع أن ينجو من الغمرات الذين هم في غمرات ساهون. أما الذين هم في الغمرات والغمرة الكبرى من الذنوب والخطايا والآثام الثقيلة الغليظة الكبيرة، فأنى يسمعون وأنى يشعرون. الإحساس عند أولئك نعوذ بالله من أحوالهم مات، ما بقاش عندهم إحساس. ومصيبتنا أن أوحال، يعني بحال ديك الفيضانات والعياذ بالله اللي كتجيب الطين، كاين الفيضان اللي يجيب الماء، راكم تشوفوا الأخبار شنو تجيب، نسأل الله العافية في بلاد الله، فيضانات تجيب الطين، وبعض الأحيان نطلب الله السلامة والعافية تجيب الطين حامي، الطين ديال البراكين، يعني الطين الذي يحرق الأخضر واليابس، وصل للشجرة يردها الماضي، وصل لبنادم مشى يقتله بصهده، ماشي غير تيوصلوا لا غير الصد ديالو كيقتل، نسأل الله العافية. هذه والله يعيش فيها بهذا المعنى القرآني الغمرة كثير من المسلمين، اللي غارق في الرباح حتى لودنيه، رئيس حبله في النجاة، في غمرة ساهو، لذلك لا يتأثر ولا يؤثر في خطاب. اخرج من الربا لتتذوق الإيمان. عندنا ثلاثة ديال الخطايا كتكون البلاد، الكبائر كثيرة، يعني صنفها بعضهم إلى ما يزيد عن 100، وقد يختلفون في العدد، لا إشكال ولا حرج، والموبقات الكبرى 7، لكن يعني البلاد مضروبة بثلاثة الخطايا كبيرة. الخطيئة الكبرى التي ذكرت، معليش يعني واخا نجيبهم بلا ترتيب، لأنهم متقدم تقريبا في التدمير، خطيئة الربا، استسهله الناس. شحال واحد يعني الربا عنده كيبدا يتزاحم مع الفتوى كيدير يدوز للربا. يا سيدي هذه جيفة، عجبت لمن يرى الجيفة وكيقلب كيدير لها، واش غادي يبخرها ولا يحمرها؟ كيما درت لها جيفة يا أخي الكريم، ألا تعرف نفسك الجياف؟ شيء غريب جدا. مفهوم الحرام عند الناس ضاع في كثير من الأمور، قلت على رأسها الربا. الخطيئة الثانية الزنا، استشرع واستسهله الناس. الفتيات في الإعداديات في الثانويات، درج بيناتهم مفهوم يهودي إسرائيلي، وهو أن البكارة لا قيمة لها، وأن الشرف شرف الإنسان لا يرتبط بالبكارة. إذن بما يرتبط؟ هو اللعب هذا، الشرف ما مرتبط شيء بالبكارة، وفين هو؟ إذن الفتاة استسهلت واستهشت واستهانت ببكارتها، أين الشرف؟ ثم ما معنى هذا الشرف؟ إذن شكون هو؟ هو الزنا صار شرف.
فلذلك تعاطى الكثير إلا من رحم الله إلى هذا البلاء الوابل الخطير، هذا طين ناري بركان حارق يحرق الأخضر واليابس، مفاهيم مدمرة. وراه اللي صب بهذا الشيء وسائل الإعلام، وسائل الإعلام، الأفلام الكندية والأفلام المصرية خربت البلاد والعباد تخريبا، لأنهم كيشدوا الخطيئة ويبدأوا يزوقوها يزوقوها حتى يجعلونها مثلا أعلى، فإذا بالشباب ذكرا وإناثا يسعون جميعا إلى اقتطافها. مشكلة آدم، آدم يعني الذي خلق الله آدم عليه السلام، والرمز لما نقول آدم الرمز يعني يا بني آدم، أن الشيطان إذا زين له الفاكهة المحرمة، وهذا الدور ديال الإعلامي إلى الآن كيخلط على الفاكهة المحرمة، خص تكون عندنا يعني ذوق رمزي، ما تصورش الفاكهة ديال آدم، لا أي محرم فهو فاكهة محرمة، فاكهة محرمة لأنها شهوات من الشهوات، شهوات من الشهوات، ولذلك النار حفت بالشهوات، فيزين لك هذه الفاكهة هذا الزنا يزينه يزينه ويقبح لك الحلال إلى جانبه قريب، إلى جانبه قريب يقبح لك الحلال ويزين لك الفساد والزنا، وما هو إلا صرعة شيطان، هذاك اللي يضربوا إبليس ويخبطوا في الأرض، يعني بهذا المعنى أنه يخبطوا يخبطوا عقله يخبطوا يخبطوا موازينه، فكذلك يخبطوا ذوقك، فإذا بالخبث الخبث يصبح عندك ريحا طيبا، والطيب طيب الريحة الطيبة يصبح ريحا خبيثا، هذا أنف ماشي حتى أنف المزكوم، لأن الأنف المزكوم فيه 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 يعني مقد لا يشم لا ريحا طيبا ولا ريحا خبيثا، هذا أسوأ من أنف المزكوم، المزكوم هذا تقلب له المفاهيم. فإذا قلنا خطيئة الربا وخطيئة الزنا وخطيئة الخمر وما يلحق به من مخدرات، هذه اللي هلك الشباب، والكهول مع الأسف الشديد، الخمر لا يزداد إلا اتساعا وانتشارا، والمخدرات لا تزداد إلا فتكا بعباد الله، كثير من الناس اللي تسموا مجانين الحماق كثير منهم أسبابهم المخدرات، أغلبية الساحقة منهم كاين اللي كيكون سببه إما وراثي لا قدر الله أو يعني ضغوطات نفسية وقلة الصبر، المهم في نهاية المطاف كيكون ابتلاء، نسأل الله العافية. ولكن كثير أيضا يسعى إلى تخريب عقله بيده، فإذا هذه المصائب الثلاث التي أهلكت الحرث والنسل وخربت البلاد والعباد هي غمرة كبرى، واللي غرق فيها راه ما غاديش يفيق براسه شنو وقع له، الذين هم في غمرات ساهون، ما كاينش هنا غافل، كما تنادي النائم الغارق في النوم، شي واحد اللي كان مدقدق ومكرفص ونعس واحد النعسة عميقة ثقيلة كانت عيات نادي وطبر عند راسه ما يسيق خبر، كذلك أصحاب هذه الفتن، الغارق في الزنا، الغارق في الربا، الغارق في الخمور والمخدرات، أنى يسمع النداء، أنى يسمع النداء، الذين هم في غمرة ساهون، يعني هذه الأهواء المدمرة مع الأسف الشديد هي التي تجعل الإنسان يفزع حينما يراها تنتشر وتتسع. الواحد المؤمن اللي يقرأ القرآن ويبدا يشوف الواقع الشيء بدا يكثر، والله يا أخي كيتصب بالخوف، كان بدنا نتسنى غير نطلب الله السلامة والعافية فوقاش تزلزل الأرض أو فوقاش تخسف أو فوقاش الدار آية من آيات الله، نسأل الله العافية لا حضرنا لديك اللحظة، نسأل الله العافية. فمثل هذا مخيف فعلا، نظر نظر هذه نظر. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وفعلا استعجال، يعني كانوا يستعجلون بالعذاب سخرية من حقائق الإيمان، يسخروا منها، يسخروا منها بالقول أو يسخروا منها بالفعل. فيعني سمعت امرأة مع الأسف الشديد، امرأة بين قوسين مثقفة يا حصر، يعني مثقفة العنصر أو العبارة ديال المثقف الجديد المعاصر، وقد يثقف الإنسان بالخير وقد يثقف بالشر. شي وحدة قالت لها يعني كيتعودوا يعني أنه
يعني كتقول لها الحجاب، الحجاب ما الحجاب كذا إلى آخره، فيعني تلقوا في الحمام. دابا هذا مع الأسف يعني كلام، تلقوا في الحمام وديك الوحدة بقي عندها واحد، بقي عندها يعني واحد الأصل، واخا دخلت الحمام لابسة مزيان، لابسة مئزار مغطية مزيان، فالأخرى بقت كتتعيبها، زعما أنت مغطية هكا بهذا الشكل هذا، وهذا هو غير الحمام. قالت لها يا ودي هذا الحمام اللي سخون راه كيذكر بالعذاب ديال الآخرة، وأنا الله تعالى أمر لي باش نستر يعني ما ينبغي ستره على الرجال راه معروف، وما ينبغي ستره أيضا على النساء عندهم حقهم أيضا راه معروف. فقالت لها أنت ما كتخافيش من 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 الآخرة من يوم القيامة؟ جاوبتها المثقفة، قلت لها أنا ما بغيش نمشي لتما، بمعنى معناتها زعما داك الشيء راه غير خريف، هذا الذي كنتم به تستعجلون. لأنه الاستعجال ماشي زعما كيقول له راني باغي نمشي للعذاب بسرعة جيبوا لي، لا، يعني كيقول راه ما كاينش، فكيقول له إذا عندك شي عذاب جيبوا استعجلوا به. فالله عز وجل أقسم بهذا القسم الغليظ من البداية، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. انظر للحياة حولك والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، هذا كلام جديد، وإذا تكلمتم فيه فبتناقض فيما بينكم يوفك عنه من وفك، قتل الخراصون، بحال هذا الخرص الدنيء الساقط، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، غارقين في أوحال الذنوب، غارقين في أوحال الشهوات، الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، ما تدري ما يوم الدين؟ يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجل. المؤمن إذا قرأ الذاريات أحس فعلا بالزلزال يزلزل كيانه ووجدانه، لأنه يعطيه إحساس بضرورة المحاسبة، محاسبة النفس، ماذا صنعت للنجاة من هذا اليوم الرهيب وهذا الزمان؟ مؤشراته كلها مفزعة مفزعة. الله عز وجل خلق الأرض سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها وعمرها بالإنسان منذ عهد آدم إلى عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام آلاف سنوات، آلاف سنوات من عهد سيدنا آدم إلى عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وخبرنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال بعثت الساعة كهاتين، وشبه العمر ديال هذه الأمة بما بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا وقت الانحدار لأنه النهار كيطلع مع الفجر، فهو في بكوره مع الفجر وفي إشراقه مع الشروق وفي إفرازاته وتطوره وقوته وتوهجه مع النهار إلى الظهيرة. وكذلك كانت الطبيعة فعلا. دابا خلي عليك الإنسان ويشوف الطبيعة كيفاش كانت، كانت من بكري منورة بأشجارها ووديانها وتوازنها البيئي، كل الوحوش التي خلق الله، كل الحيوانات تأكل وترعى وتشرب، وكل يأكل منها على قدر ما قدر الله له من الرزق، ولا شيء يفني شيئا، كل شيء كان مقال. السبوع يأكل الغزلان، الغزلان يأكل الربيع، الحوت يأكل الحوت، كل شيء خدام وكدور الحركة. وعمر الغزلان ما تسالوا، وعمر السبوع ما تسالوا، وعمر الربيع ما انقطع، وعمر البحر ما خوى من الحوت. الآن الأرض تفرغ من هذا. ورينا السبع في المغرب فينا هو، هذه راها آية، هذه راه خصنا نفكر فيها، ما بقاش السبع في المغرب، راه هذا نذير شؤم. الأسد الأطلسي آخر سبع مات 1924، قتلوه فرانسيس مع بعض القبائل في الجبال 1924 ميلادية، هكا يقولوا أصحاب الوثائق ديال الحيوانات. هذه راه ظاهرة خطيرة جدا. كانت عندنا حيوانات في المغرب مشات، النمر كثير كثير كثير، الحيوان الوحش والكبير والصغير مشات، أنواع من السمك انقرضت من البحر، ما بقات لا في الأطلسي ولا في الأحمر ولا في الهندي ولا في الهادي.
أنواع كثيرة من الحيوانات ولات اللي باقي منها محسوب وعنده الخرصة في ودنه، هذا باقي وحش ما بقاش وحش، لأن زمان كانوا كيوصفوا الوحش بأنه كيقولوا الأوابد في معلقة مريء أي القيس، قيدي الأوابد هيكلي وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، كيوصف الخيل، الخيل دي لغة قديمة دي لغة العرب الجاهلية، قيد الأوابد أي أنه كيجري حتى كيقبط الأوابد وهي الوحوش لأنها آبدة يعني ما كتعيش مع الإنسان. هذه الوحوش إذن التي ذكرت أنها أبيدت وانقرضت، السبب في انقراضها الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا الذي يسمى بالتوازن البيئي الإيكولوجي البيئي أفقده لضيعه هو الإنسان، لأن الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، هذه العبارة ديال قدر هو أنه وزنه حتى حاجة ما متفوتة، الأسد يأكل ويفترس ما يفترس، وأرحام هذه الحيوانات التي يأكلها الأسد تلد على قدر ما تستمر به هي في الحياة وعلى قدر ما يأكل الأسد، وكل شيء بمقدار، ما كاينش شي حاجة اللي زايدة ولا ناقصة حتى تدخل الإنسان، فأفساد البلاد والعباد وأهلك الحرث والنسل وفقدت الأرض توازنها. طيور، عشرات الطيور أنواع انقرضت ما بقى فيها ولا واحد، انتهى، ما عندهم اللي يعود يجيبوها، يجيو شي طائر اللي كان قبل 50 سنة يقول لهم يعودوا خلقوه طلعوه، ما عندهم اللي يجيبوه انتهى. حتى الحيوانات المحفوظة في حدائق الحيوانات يعني يحاولوا يردوها للطبيعة وفشلوا، لأن هذه الحيوانات ما كبرتش في الطبيعة ولم تعود تستطيع أن تعيش في البيئة الطبيعية، ولات حيوانات بحال الحيوانات مع الأسف الشديد ديال الميكا، ما قدرش تعيش بوحدها، لما كيتلقاها في الطبيعة كتموت. وفيما هي الطبيعة بعدها؟ باقي شي طبيعة اللي غير يعيشوا فيها الحيوانات؟ فهذا الأمر إنما استطردت فيه لبيان أن إبان الأرض قد انتهى، هذه النظر. هو سيدنا محمد قال لك بقى ما بين العصر المغرب، فوقاش من البعثة ديالو، وفين هي البعثة ديالو؟ فين هي البعثة ديالو؟ نحن في الثلث الأول من القرن 15 الهجري، الثلث الأول من القرن 15 على هجرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بلها بعثته عليه الصلاة والسلام. فلذلك المؤمن البصير هو الذي يخرج ويدفع بقوة من أجل أن يخرج من الغمرة، بحال ذاك الإنسان الغريق اللي كيغرق ويهبط حتى القاع ديال الجلتة ولا ديال الواد ولا ديال البحر، وكيضرب بقوة في رجليه باش يطلع يتنفس الهواء الصافي، يخرج من الاختناق ليبصر الحقائق ويعرف أش من اتجاه يقبض، واش هذا الاتجاه هو الذي يخرجه للشط للنجاة، ولا هذا الاتجاه اللي غادي يغرقه في عمق الوحل والماء. المؤمن باش يدير هذه الضربه ما غاديش يديرها بجهده هو، بجهد الله سبحانه وتعالى، لكن ربي اعطاه الوسيله واعطاه الباب اللي يدق فيه، القران الكريم ومواقيت الصلوات، من داوم على ذكر الله بكتاب الله، من داوم على ذكر الله بكتاب الله خرج ان شاء الله من الغمره، ومن داوم على صلواته حافظه الله من كل هذا كله جميعا، لأن الله تعالى صرح بذلك في الكتاب نصا، ما تحتاجش تفسره، هو مفسر نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، هلول وأقم الصلاة، هتني النتيجة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، ما تخلعك شيء هذه الأوحال وهذه النظر إن كنت من الذاكرين، ولا ذكر الله أكبر مما يفزعك مما يخيفك، والله يعلم ما تصنع من الفساد والمنكر، وما أنت غارق فيه من الوحل، وما أنت مستجيب له من الغمرة، والله يعلم ما تصنع. لكن إن أخذت بشرطيه تعالى أطل ما أحيى إليك من الكتاب وأقم الصلاة يعطيك النتيجة بإذن الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من توابين، واجعلنا من متطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.